ما ايوه زمزم انت. لا بس اللي يجي بالك انه نفس الشخص قاعد يفر 20 سنه باقي يعتمر واقف عند الكعبه. السلام عليكم. سلام. سلام الله. مرحبا لي. مرحبا يا هلا. يا مسهلا. هلا ابو جرير. هلا هلا. مرحبا يا هلا. يا الله نحيي مرحبا مليون يا هلا ويا مسهلا. مرحبا. شلونك؟ يلا حيا. اخبارك؟ كيف الحال؟ هلا ابو جرير. شلونكم؟ حلو مليون. عساكم بخير. الله يبقيك. طيبين. يلا انت حييه. الله يبقيكم. شو حالكم؟ عساكم بخير. عساك مرتاح. طيب ان شاء الله. صرك الحال طابت ايامك يا غالي. وحشتونا يا اهل ال وحشتونا يا طيبين. الله يحييك. كيف اموركم؟ شني عينك. عساكم بخير. الله يخليك يطول في عمرك. اخبارك يا عبد الرحمن؟ بخير الله يسعد قلبك. شلومك سمحت؟ سلم طلع. شو اخبارك؟ يا مرحبا. عساك بخير. كيف اموركم؟ وحال الاحوال؟ شلون قصيم هالقصيم؟ والله ان القصيم الحمد لله فله. ماشي. جاكم مطر الاسبوع ذا؟ جاهم مطر بس ما كنت موجود، كنت في الكويت انا. انت المطر لهالكويت؟ اي لحقت الاخر المطر الموجود في الكويت. ما شاء الله. هلا ابو جرير. سلمك الله. يقول وحشت الدار يا طيب، وحشنا قلبك. سم حالا يا ابو جرير. والله يا جميل. تسلم تسلم. حتدعي لي. هذه توصيه من عندك يعني؟ لا والله انه مو توصيه بس عجبني انا. الله يعطيهم العافيه. وشي يعجبني انا على ما قال قدموا لك يا غالي. تسلم تسلم بعدي. الله يطول عمرك. هيا الله بسيد النجوم. اهلا وسهلا. صانع النجوم. يا مرحبا. طبعا انا متاكد الان الجمهور يقولون وين الضيوف اللي عندكم؟ فعلا. صحيح؟ هو وين الضيوف صحيح؟ كان في الدكتور طارق وجاء ظرف واعتذر. أه. كنا مقدرين للضيوف. جميل. واعتذاره. أه. انت ضيفنا اليوم والامور بيدك بعد الله سبحانه. الساعة مباركة. طيب انتم سويتوا اعلان عن بعض النجوم اللي بيجون اليوم؟ اكيد بيجون ولا؟ نقول ان شاء الله، عاد تعرف الظروف في هالدنيا. لا بيجون ان شاء الله. شمس الجمهور راح يرتاعون، بيجون ان شاء الله وموجودين. الله يحييهم. الله يحييهم. وانا وانتم والشباب والنجوم والجماهير منتظرين هذول الشباب اللي بيجون اليوم. الله يطول في عمرك. يتحفونا في حلقتنا هذه الاستثنائيه. فعلاً اللي فعلاً. احنا سعيدين فيها. ابو جرير، ايش يعني لك صناعه النجم او ايش هي ثقافه النجوم عند ابو جرير؟ والله يا اخي سؤال مهم. انا طبعا بحاول ان شاء الله اليوم اجتهد اني اتكلم قدام ما يجوا النجوم، اذا جاء النجوم بستمتع انا وياكم معهم. جميل. هو يا اخي الكريم اليوم النجم عندنا نخلط بينه وبين المشهور. يعني شخص مشهور وله سوى حدث معين او سوى برنامج معين وصار مشهور. جميل. لكن هل هو نجم؟ هذا السؤال. فاحنا يجب ان نفرق بين المشهور والنجم. النجم هو هلا يا خالد. الله يحييك. حياك الله. كيف حالك؟ طبعا سلمت عليك قبل عشان يقول ما يسلم عليك. نعم. خالد. احنا سلمنا على بعض. يا مرحبا. النجم هو الشخص اللي عنده مشروع في حياته. الشخص اللي عنده قدره على التطور والتحسن او التحسين المستمر. هو الشخص اللي عنده جماهيريه كبيره. وعنده محتوى قاعد يقدمه للناس. وهذا على فكرة يعني اليوم صار سهل مع وسائل التواصل الاجتماعي. جميل. وأنتم الثلاثة والبقية الشباب زد رصيدك أصبحتم نجوم. الحمد لله. ولذلك جميل. هذه النجومية لها حقوق وعليها واجبات، وفي نفس الوقت هي فن واحتراف. والبرنامج صناعة النجومية هو كان خطوة أولى من خطوات صناعة النجوم، وراح نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. ملخص كلامك انه النجم اللي يحافظ على سطوعه. يا سلام. يعني مو مشهور النجم. مو بس يحافظ على سطوعه، يزيد من سطوعه. اذا كنت اليوم انا نجم على مستوى السعوديه، انا لازم اكون بكره نجم على مستوى الخليج، ولازم بعد الخليج الوطن العربي، ولازم حتى اصل للعالميه. هذا التفكير النجم الحقيقي. اللي يفكر بس في المحافظه على سطوعه او على مستواه، هذا غالبا لانه شوف اليوم النجوميه هي مثل تسوق سيكل. حلو. الان اللي يسوق السيكل اذا ما مشى ايش بيصير؟ بيوقف. واذا وقف ايش بيصير له؟ خلاص بيطيح. السيكل لازم تمشي يا يطيح. نفس القضيه، انت اذا وقفت على هذا الدراجه ترى بتطيح. النجم اذا وقف على المستوى يطيح مباشره. فدائما لابد يكون عندك تحسن. استمراريه. بالضبط. هذا كلام. طيب في شيء عندنا في المملكه او جهه معينه حاضنه للنجوم تطور منهم او لا؟ من خلال تخصص حقيقة لا يوجد عندنا، يمكن على مستوى البلد صراحة لا يوجد عندنا مؤسسة أو أكاديمية احترافية تعني بالنجومية. في جزئيات يعني تمارس جزء من النجومية، لكن تتكلم عن أكاديمية أو مؤسسة أو جهة معينة شغلتها الرئيسية ومشروعها الرئيسي وصناعة النجوم الحقيقة لا يوجد. والأمانة أنا أدري أن أبو جرير مؤرقة هالموضوع بسبب له أرق أو والله الموضوع يعني الأرق اللي فيه أن حنا حريصين حقيقة أن نجومنا نستثمرهم. عندنا نجوم ما شاء الله تبارك الله على المستوى الفني، على المستوى الرياضي، على المستوى الإعلامي، على المستوى الثقافي، لكن ما استثمرناهم. فلما يكون عندك جهة
يعني تعنى بهؤلاء النجوم، تستثمرهم، تقدمهم للمجتمع بشكل مناسب، هنا نكون ماشيين صح، وان شاء الله الايام الجايه نستطيع ان نقدم شيء في هذا المجال. في سؤال او كلمه دائما تتداول يعني بين الناس، يقول لك لا تجعلوا من الحمقى مشاهير. يا سلام. اول شيء وش رايك بالكلمه هذه؟ وش تفسير يعني وش تفسيرك له؟ او وش هو معيار يعني؟ والله هذا السؤال جدا رائع، وجاء الفترة الماضية حملة لا تجعلوا من هؤلاء الحمقى أو هؤلاء اللي التافهين لصح التعبير أنه نجوم مشاهير. حتى من برا الأمريكا الظاهرة صارت حملة. إيه عبارة درسة أو دراسة في أمريكا. بالضبط. أسلم. هو يا عزيزي باختصار أنا موقفي من هذه القضية أو رأيي في هذه القضية، القضية الأزمة ما هي بأزمة أن هؤلاء صاروا نجوم وحنا اللي ساعدناهم. وين اللي يستاهلون يصيروا نجوم ما يزاحمون؟ هم صاروا نجوم ذولا لأن الساحة فاضية. لكن لو في ناس يزاحمونهم حقيقيين، اللي بعض الناس عنده محتوى وعنده قيمة أو نخبوي عنده مادة، يقول لك يا أخي هذا ما يستاهل يتصدر. طيب أنت وينك؟ ليه أنت ما تسوي نفس أدواته؟ هو ليش يتصدر؟ لأنه مارس أدوات العصر الجديد، السوشيال ميديا، قدم نفسه بشكل بسيط. يعني إحنا اليوم مجتمعنا ما عاد يقبل الوجبات الدسمة، العالم اليوم صار عالم سريع، يبي شيء سريع. فإحنا ممكن نخلي الجانب المحتوى القيم بشكل سريع يمشي، لكن رجع الناس كلهم على طريقتنا ولازم جو رسمي، لازم تكون انت اكاديمي، لازم، مو بصحيح. المجتمع ما يقبلك، المجتمع يبي شيء اكشن سريع، يعني شيء سريع، شيء يلامس لكل بيت. بالضبط بالضبط. طيب ابو جرير، انت تشوف النجوميه لها عمر معين تبدا فيه وتنتهي فيه، او انه ما هي مختصه بعمر؟ هو شوف، من ناحيه النجوميه، النجوميه ليس لها عمر، ينتهي عمرها مع انتهاء همتك. دائما عندك همه وعندك رغبه في الاستمراريه ما تنتهي. وحنا نعرف نجوم في الساحه لين ماتوا وهم مسوين اكشن، حتى جنازتهم قصه. جميل. اذا تطلقوا صاروا قصه، اذا تزوجوا قصه، اذا كلوا قصه، اذا لين انهم هم نجوم ساطعين. انت اللي تقرر نجوميتك لها عمر 10 سنوات او 20 سنه او 50 سنه. اذا كنت انت انسان تقول ليش، ايش المشكله؟ بعض الناس عنده طموح في حياته انه يصير معروف على مستوى مثلا الرياض، جاء يوم يوم سوى حاجه وصار معروف الرياض، يقول خلاص وش يبي بجده، وش يبي بالخليج، لان هو طموحه هذا هو. لكن لو رفع سقفه زياده وقال ليش انا ما اصير نجم على مستوى العالم، ليش انا؟ وطبعا القضيه مين شهره، انا ارجع واقول لا يفهمون الناس ان النجوميه هي الشهره، النجوميه هي ان تقدم رساله للناس، تقدم قيمه، قيمه ايا كانت. ترى انا اتكلم عن مفهوم عام، ممكن يجيك واحد مسيحي عنده قيمه وقاعد يقدمها، هو نجم قيمته على مستوى عقيدته، لكنه نجم او لاعب كوره او مطرب او منشد او اكاديمي اللي يكون. النجم هو اللي يحمل محتوى ويستمر في عطائه في هذا المحتوى حتى يلقى ربه، هذه هي، ما لها عمر الا اذا انت قررت تقول انا اكتفيت. هذا انت قررت. ترى ما احبكم تسالوني كذا، حسستوني كذا. لا, 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 لا والله انا موضوع شيق. لسه عندي سؤال انا يا حبيبي. بنستمر الاستفسارات هذه نقلا عن اسئله الناس، لان احنا ناقلين. اسلم يا خالد. انا مثلا انا نجم، اوكي اوكي، كيف ارتقي للمرحله؟ انا وصلت مرحله، اوكي، ابغى اكون افضل بكثير. ممتاز. اوكي، ايش الوسائل او الطرق اللي كيف اطور من نفسي؟ احسنت، وسؤال برضو في قمة الجمال والروعة، أن أنا نجم الآن ووصلت للجماهيرية وبلشت، شلون أواصل؟ يجب أنك تجلس مع نفسك وتقيس حجمك الحقيقي الآن. أنا وين نجوميتي وصلت؟ والله أنا يمكن لو رحت مثلا دولة مثلا المغرب ما حد يعرفني، معناته نجوميتك هذه حدودها إلى قبل المغرب. فأنا أقول ليش ما أصل إلى هنا؟ حلو. طيب كيف أصل؟ السؤال الثاني كيف، أول شيء أقيس حجمي، السؤال الثاني كيف أصل للحجم اللي أريده؟ أقيس حجمي، أحدد الحجم اللي أريده. أنا نجوميتي في تونس، أنا أبي أوصلها المغرب، إذا أنا حجمي تونس أبي المغرب. السؤال الثالث كيف أصل إلى المغرب؟ أقيم عندهم برامج، أتواصل مع نجوم مغاربة، أحتك أدوات، هذه موضوع ثاني طويل الشرح فيه. أول شيء قس حجمك، ارسم هدفك، ابحث عن كيف تصل إلى هذا الهدف عن طريق مشروع مكتوب، وايضا اجعل بيئتك دائما بيئه محفزه. ترى يا جماعه الخير، وهذا الكلام لنا ولكم وللمشاهدين ولنفسي، احنا مجتمعنا للاسف باقي مستوعب النجوميه، ولذلك لما يخطي بكره خالد حامد ينسفونه. صح.
جميل يا جماعة ليه؟ قال ليش يسوي كذا؟ أول شيء هل أنت عندك انطباع قبل أن خالد حامد هذا نولي العزم من الرسل مثلا ولا من الملائكة؟ تراه في الأخير بشر ولا يوجد على وجه الأرض واحد ما يخطي، دامك أنت متهيئ أنه بشر وممكن يخطئ آتي. وحنا نعرف قصص حصلت في العالم الغربي أخطاء فادحة مارسوها نجوم والناس ساعدوهم ارتفعوا بهم. صح. مارادونا نجم كرة قدم تعاطى كوكايين ومعروف عند العالم كله، طيب ايش سووا شعب الأرجنتين كله؟ أهانوه؟ لا، شالوه، قالوا يا أخي هذا خطأ عليه نعاتبه فيه، لكن نجوميته تخدمنا احنا وطننا نحافظ عليها، نؤمن فعله خطأ ايه؟ ولكن بإمكاني استثمره وارجع زي أول وأفضل لأني أنا مستفيد. جميل، لأن هذا قدم الأرجنتين للعالم كله، فأنا ليش أدمره؟ ليش إذا أخطأ نجم فلان إحنا نحاسبه ونعطيه؟ لأن عندنا مشكلة إحنا اجتماعية اسمها مشكلة إما إني عنصري أو إن عندي موقف من الشخص أو من الجهة اللي ينتمي لها. فيجب حقيقة أن نفهم أن هؤلاء نجوم بشر ممكن يخطي عادي، لكن أنا أخذ الجانب المشرق منه، أنا أقومه، أنا ساعده، أنا أشيل بيده. جميل. وهذا المفهوم يجب نصل للجميع. هذا واحد. اثنين، أنا ماني نجم، أنا شخص عادي. يجب عليك أنك تبحث دائما عن السعادة. جميل. وعن البيئة المحفزة. صح. النجم يجب أن يكون حوله نجوم ومحفزين ويرتبط معهم باستمرار ويكون تفكيرهم دائم حديثهم كيف نصل، كيف ننجح، كيف ننجز، كيف نقدم أنفسنا للناس. هذا. طيب أنا ماني بنجم، أنا إنسان بسيط في البيت، ابحث عن بيئة محفزة تصنعك، لا تجعل الناس يتحكمون في مشاعرك. أتمنى دائما أن الإنسان يفكر كيف يكون سعيد. أتمنى أن دائما واحد يستيقظ في الصباح يسأل نفسه، أنا اليوم عندي 24 ساعة، شلون أخليها كلها جمال؟ شلون أخليها كلها متعة؟ شلون أكون سعيد مستانس؟ شلون أكون مفيد للآخرين؟ أصنع برنامج لك. ليش أنا دائما أعرف أني أبي يومي سعيد أروح أقابل واحد أعرف أنه يخطي علي ولا ينسفني؟ نفوسي من الأخير. إيه. لا، أنا أروح أقابل واحد أعرف أنه يحبني وأحبه ويعطيني كلام جميل، أنا أروح أسمع لأنه يبعث في قلبي جمال. طيب أنا ليش أنا أعرف أني أبي يومي سعيد أروح في مكان ما أحبه؟ إلا إذا كنت مكره أصنع فيه جمال. بعض الناس يقول لك أنا ما أحب الدوام. طيب إيش الحل؟ عندك خيارين، إما أنك تروح مكره لين ينتهي الدوام وتقعد إنسان متحطم، أو الخيار الثاني أني أصنع جمال في هذا الدوام. صح. الله. وأفكر ممكن أبني علاقة جيدة مع زميلي نستغل وقت فراغنا في شيء ممتع، ممكن أستثمر وقتي بشكل فاضي، ممكن أني أنا أصنع إيجابيات عند الجهة اللي أتعامل معهم، أطور البيئة هذه، أصنع منها بيئة داعمة، بيئة محفزة. صح. ليش أخلي بيئة العمل عندي أنها كئيبة؟ أنا أخليها بيئة سعيدة. أنت تشوف أن السعادة بيدك والنكد بيدك، أنت اللي تفصلها على نفسك كيف ما كنت. هو اللي يحدد. في خيارات. حلو. أنت وش تختار؟ لا يجي واحد يقول يا أخي الوضع عندي ما يساعد، لأنك سمحت الوضع اللي ما يساعد يتحكم فيك. صح. أنت خلي الوضع يساعد، أنت خليك سعيد، ما حد ضربك عيدك وقال زعل. أنا ما أدري ليش الناس يبون يعيشون طفش وينتظرون أن السعادة تجي وتقتحمهم السعادة، ما تقتحم السعادة أحد. أبو جرير، مؤمن أن بداية اليوم هو سبب في تعاستك وسعادتك؟ جميل. مع بداية صباحك؟ جدا. بداية اليوم وبداية العمل وبداية المشروع هي تحكم على النهايات. ليش؟ لأنها مرتبطة بعقلك وقناعاتك. إذا قمت أنا في الصباح بدري وابتسمت وخدت تنفس وانتعشت وروقت، غالبا يومك يكون جميل. على فكرة احنا ممكن نقوم وحنا عارفين عندنا في اليوم مهام شاقة، ليش نطفش نفسي؟ هي حاصلة حاصلة، انت غصبا عنك راح تصير لك هالأمور، بتصير، ليش تطفش نفسك؟ صح. لازم تحط في ذهنك ان اليوم هذا انت عايشه بيصير بكرة أمس. جميل. دام انه بيصير أمس خلي يعيش ببساطة، ترى ما في أحسن البساطة في الحياة، بسط الحياة وعيش بجمال وقول يا أخي خذ الأمور ببساطة. انت مطلوب منك دائما تسعى، بس مو مطلوب منك تصنع نتائج، انا بتحرك بس بفعل السبب والباقي عند الله. بداية الصباح مهم جدا، إذا استيقظت إنك حتى لو منت قادر إنك تمثل السعادة، روح يا أخي صبح على أمك وأبوك، صبح على زوجتك، صبح على بناتك، على عيالك، صبح على الموظفين، ابتسم بس ابتسم شوية، الله يصبحكم بخير. يا أخي أنا أشعر اليوم في حاجة حلوة تنتظرني، ما في شيء بس أنت أشعر نفسك فيه، يجي بادر بنفسك، بادر وذاك افتح لي هالفم بس وابتسم للناس، وذاك اذكار الصباح والمساء ترى تعطي جمال وسعاده. يا الله جميل والله الكلام، تعطي سعاده. انا اذكر لكم موقف طريف حصل معي وحقيقي. اول يوم تزوجت جلست انا وزوجتي في العصريه، هذا المكان كان في ابها، في مكان جميل، استغفر الله. اليوم الثاني جميل. بس انا بدات الزواج يوم الثاني، فرحنا في عصريه وعرسان وداخلين جو، فجاء قرب المغرب وإحنا جالسين برا، فقلت خلني أعطيها فائدة، قلت سبحان الله إيش رأيك نقول أذكار المساء، وزوجتي الآن تسمعني، إيش رأيك نقول أذكار المساء؟
وبدنا نقولها. بعدين قلت سبحان الله دعاء أعوذ بكلمات الله التامات، أخبر النبي